آل سعود أعداء الله. مع حلول الذكرى السنوية الأولى لإعدام آية الله الشهيد نمر باقر النمر، عبر جمع من الناشطين ومن مختلف الدول عن احتجاجهم على هذه الجريمة النكراء عبر الاعتصام والمهرجان الخطابي الذي نظموه أمام مقر سفارة آل سعود في لندن، ونددوا فيه بسياسة إحراق الدماء التي ينتهجها آل سعود. هؤلاء يعتقدون أنهم بالدم يبنون الأوطان. الأوطان لا تشيد على جماجم الأبرياء، الوطن الذي يشيد على الجماجم لا يبقى. يجب أن تشيد الأوطان على أساس العدل والإيمان والإنسانية والأخلاق. آل سعود أعدم النمر لا لذنب ارتكبه سوى أنه صدح بكلمة الحق. وما الشيخ مجاهد المجاهد نمر النمر إلا دليل على ذلك، فالرجل صدح بكلمة الحق، لم يتحرك، يعني لم يعمل أي عمل ممكن أن يصنف أنه إرهابي، ولكن ضاق صدرهم حتى بكلمة الحق. ويساور البعض قلق من تكرار آل سعود لجريمتهم مرة أخرى. Even they took Ali Namr, which is I believe a relative of his, and they're about to kill him. Execution isn't the solution for everything. الجرائم السعودية لم تعد تقتصر على الداخل فحسب، بل امتدت إلى دول الجوار التي تعاني من وطئ تلك التدخلات. أصبح من واضح اليوم بأن لا توجد هناك أي أزمة في أي دولة عربية، سواء كانت اليمن أو البحرين أو العراق، إلا وراها يد المملكة العربية السعودية، وهي راعية الإرهاب وراعية انتهاكات حقوق الإنسان. لا يمكن إيجاد لحمة وطنية في أي دولة من هذه الدول بسبب التدخل السعودي المباشر. هذه الجريمة فضحت نظام آل سعود الذي أضحى المجتمع الدولي أكثر اطلاعا على همجيته. وبعد مرور هذه السنة نرى بأن شعوب العالم أصبحت تطلع على ما يقوم به هذا النظام الذي دعمته القوى الكبرى، مع الأسف الحكومات وليس الشعوب. لكن هذا النظام الدولي المتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان يقف متفرجا على جرائم آل سعود. ترفع شعار الحكومات الغربية، ترفع شعار حقوق الإنسان والديمقراطية كشعار ما دامت القضية تتعلق بمواطنيها، أما عندما تتعلق القضية ببشر آخرين في دول أخرى حقوق الإنسان تصبح حبر على ورق. الطغاة لا يأخذون العبر من الماضي، وخاصة ممن حفروا قبورهم بأيديهم عبر إزهاقهم للنفوس الزكية. بعد مرور عام على إعدامه، فإن السعودية تعاني الفشل والهزيمة على مختلف الصعد، وإن دماء الشهيد النمر لن تذهب سدى، بل إنها ستعجل بنهاية حكم آل سعود. ساهر عربي للبحرين اليوم من أمام مقر سفارة آل سعود في العاصمة البريطانية لندن.